معاك فلوس زيادة وبتفكر تشتري ذهب، النهاردة فرصتك الأخيرة. ليه بنقول كده؟ وايه اللي هيحصل في سوق الذهب العالمي والمصري يوم الثلاثاء اللي جاي؟ خليكم معانا للآخر وتعرفوا كل التفاصيل في الفيديو ده. بانكير نبض البنوك. من فترة كبيرة بنقول لكم هنا في بانكير ان الذهب استثمار مضمون ومربح، وكل ما اشتريت بدري كل ما مكسبك هيزيد. وقلنا كمان ان الايام والشهور اللي جاية هتكون للذهب ولغاية 2026، وده اللي بيحصل دلوقتي في الاسواق العالمية واللي قفز فيها السعر الارقام قياسية جديدة، وسجلت عقود الذهب الاجلة 2606 دولار للاوقية، يعني داخلة برجليها اليمين على حاجز 3000 دولار زي ما سبق وقلنا انه هيوصل للسعر ده في الشهور الاخيرة من 2024. وسجل سعر المعدن الأصفر في المعاملات الفورية في الساعات الأخيرة 2580 دولار للأوقية، وده كان ليه انعكاسات كبيرة على الأسواق العالمية، وطلعت دراسات بتحذر من تسونامي أسعار في سوق الذهب الدولي، ومنها توقعات بنك يو بي اس واللي قال إن الذهب زاد سعره بنسبة 23% في الكام شهر اللي فاتوا، وده من 2024، ودي أعلى أسعار بيسجلها على الإطلاق، وتوقع مزيد من الزيادة في الأسعار. طيب ايه سبب ارتفاع اسعار الذهب؟ زي ما قلنا قبل كده في اسباب كتير تخلي الذهب يرفع ويزيد، واولها توقعات انخفاض العوائد الامريكيه وخفض بنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي لسعر الفايده في اجتماعه يوم الثلاثاء اللي جاي، وده بخلاف استمرار توجه البنوك المركزيه لتنويع استثماراتها بعيدا عن الدولار مع انباء خفض سعر الفايده وانخفاض سعر العمله الامريكيه. ولان البنوك المركزيه العالميه عاوزه تحافظ على قيمه الاحتياطي بتاعها، فاتجهت لشراء الذهب بكميات كبيره في الفتره الاخيره، وده اللي اعلنته اغلب البنوك المركزيه الكبيره في العالم، وده خلق زياده كبيره ومستمره على الطلب في سوق المعدن النفيس، وبالتالي سعره زاد بالشكل ده ولسه هيزيد. كمان تقدر تضيف على الاسباب اللي فاتت لارتفاع سعر الذهب التوترات والصراعات السياسيه والاقتصاديه والعسكريه في العالم، واللي صنعت حاله اضطراب كبيره في الاسواق العالميه بشكل عام، وخلت الحاجه لتخزين الدول للذهب ملحه جدا كاجراء تحوط بالملاذ الامن وهو الذهب. وكمان في سبب تاني هو ثبات المعروض من معدن الاصفر وارتفاع تكلفه استخراجه، وده اللي قالته شركات التنقيب عن الذهب الكبرى في العالم، يعني احنا قدام طلب كبير وبيزيد كل يوم ومعروض ثابت وبيقل كمان. طيب هو ايه العمل وايه اللي هيحصل في سوق الذهب في مصر في الفتره اللي جايه؟ الحقيقة التوقعات صادمة لأسعار الذهب في الصاغة المصرية في الفترة الجاية، وده لأن مصر جزء من السوق العالمي، والتوقعات بتقول إن أسعار الذهب عندنا هتزيد بشكل كبير، وإن جرام 21 المنتشر في مصر هيوصل سعره ل 5000 جنيه، وممكن يعدي الرقم ده ولو فاكرين ده اللي قلناه هنا من حوالي شهرين. الافضل ليك دلوقتي انك تشتري ذهب حتى لو سعره غالي، لكن هيكون اغلى بكتير في الشهور اللي جايه، والنصيحه انك تستثمر في الجنيهات والذهب والسبائك لانها اكتر انواع بتحافظ على قيمتها عند البيع مقارنه بالمشغولات الذهبيه. كان معاكم مصطفى ابراهيم من بانكير. بانكير نبض البنوك.